طبعا زي ما ذكرنا في بداية حلقتنا، كلنا في انتظار يوم الثلاثاء 22 من فبراير، اليوم اللي تحتفل فيه السعودية بيوم التأسيس. وإحنا طبعا في صباح الخير يا عرب متابعين معاكم بسلسلة التقارير الخاصة بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة. ارتبط الشعر بحياة العرب وأصبح ديوانهم على مدى التاريخ، ومنذ تأسيس الدولة السعودية كان الشعر حاضر في توثيق الأحداث وبث الحماسة في الرجال بقصائد خلدها التاريخ. المزيد حول هذا الموضوع مع عبد الرحمن عبد الله. جاء في أشهر قصائد العرضة في الدولة السعودية الثالثة نحمد الله جت على من تمنى من ولي العرش جزل الوهايب، وقيل أيضا في السيف الأجرب الذي دارت أحداثه في الدولة السعودية الثانية. حطيت الأجرب لي خوي باري يوم كل من خويه تبرى. وهنا حيث الدولة السعودية الأولى، والتي كانت قصائد الحماسة الوطنية خير موثق لتلك المسيرة. ما من إشهام اللوذعي مجرب بيوم ترى به لمة الورع الشايبة، حمي نبي أريحي صميدة إلى ما وغى الهيجة تداعت نوادبه، وثار عجاج الخيل وظلمة الدنا وعد الضحى ليل به الشمس غاربة. من شعرائها الأمير مشاري بن عبد الرحمن في قصيدة يصف حياة أهل الدرعية ويقول فيها: يا دار يا ما بك ضدك نصينا، فوق النضاب أكوارهن المسمين، يا دار يا ما بك ذبحنا السمينة، إن جو يقزون الركايب مشيحين، يا دار ياما للمجالس بنينا ومناد من بين الرجال الدجارين، يا دار ياما بك نسر الخدينا معزة تلهد كبود المعادين، يا دار يا من فراقك بكينا بلسان حال يا الوطن كان تبكين. والقصيدة طويلة. وكذلك نجد قصيدة أبو نهية يذكر فيها النهضة العلمية وتأسيس المدارس وتأسيس المساجد والأسواق ومواسم البيع والشراء التي كانت تنتشر في الدرعية، يذكر فيها تأسيس المدارس والمساجد، يقول: ولا سوست للعلم فيها مدارس ولا مسجد لما الطريف رفيع، ولا مدت الركبان فيها لغيرها ولا وردوا فيها الطروش قطيع، يعني يجلبون قطعان الإبل. وكذلك موسم البيع والشراء والأسواق التي كانت تقام فيها، ولا حط فيها قبل ذا قيصرية ولا موسم فيها العقول الضيع. فهذه دلالة على النهضة التي كانت تعيشها الدرعية. كان للشعر نصيب من تلك الملاحم الوطنية، وكان له دور بارز في توثيق تلك المسيرة منذ التأسيس إلى التوحيد. الإمام تركي بن عبد الله، وقد قال قصيدة في عندما كان في غار علية في جنوب الرياض الذي كان يشم منه غزوات لطرد الوجود العثماني عن الجزيرة العربية واسترداد ملك أبائه وأجداده، يقول: جلست في غار على الطرق كشاف على طريق النايف في علية وطويق غرب وكاشف كل الأطراف، وخذيت به وقت وله قابلية مع الخوي الأجرب على كل حواف، في يد شجاع ما تهبي ضوية قطاع بتاع ولا نيب خواف، وبدبرة الله ما نهاب المنية ولا من ضربنا الدرب بالفعل ننشاف، ونقايس الدنيا وبقعة صبية. هذه الأرض التي وثق أعلامها عهدها الزاهر وورثوا لأحفادها قصة مفادها نهضة وعلم وأمان. من مهد الدولة السعودية الأولى للـ MBC عبد الرحمن عبد الله.